الجنيه اللي كان بكام جنيه احنا ادركناه وصرفنا منه، وكنا ناخد خمسة تعريفة، انتوا ما شفتوش التعريفة، خمسة تعريفة نحطهم على جنيه الذهب ونروح لياني في متغامر نقول له خد يا ياني الجنيه الذهب ده وخد الخمسة تعريفة دول واديني جنيه ورق مصري. يعني جنيهنا الورق كان بكام؟ بجنيه وخمسة تعريفة. جنيه انجليزي ذهب زي اللي بتشوفه ده هو اللي سعره بقى مية وكذا ده. ها؟ مية وستة دي، وتدفع على الجنيه الذهب كمان ايه؟ قرشين ونص. قرشين ونص. لان كان رصيد جنيهك اكتر من نقد المتداول. مفهوم؟ يبقى لما كان يجي بقى يقول لجنيه نقول له لا ما ينفعش دلوقتي، وده ايه تنفع الحكايه ما تنفعش. يبقى زمان مثلا قبل كده مثلا لو كان واحد ترك 1000 جنيه كانت تبقى رقم ايه؟ قياسي. انما بقى لو ترك النهارده نقول له ما ينفعوش خلو شقه ما ينفعش. يبقى ما مش خير ده. الجنيه اللي كان بكام جنيه احنا ادركناه وصرفنا منه وكنا ناخد خمسه تعريفه، انتوا ما شفتوش التعريفه. خمسة تعريفة نحطهم على جنيه الذهب ونروح لياني في متغامر نقول له خد يا ياني الجنيه الذهب ده وخد الخمسة تعريفة دول واديني جنيه ورق مصري. يعني جنيهنا الورق كان بكام؟ بجنيه وخمسة تعريفة. جنيه انجليزي ذهب زي اللي بتشوفه ده هو اللي سعره بقى مية وكذا ده. مية وستة. ها؟ مية وستة دي، وتدفع على الجنيه الذهب كمان ايه؟ قرشين ونص. قرشين ونص. لان كان رصيد جنيهك اكتر من نقد المتداول. مفهوم؟ يبقى لما كان يجي بقى يقول لجنيه نقول له لا ما ينفعش دلوقتي، وده ايه تنفع الحكايه ما تنفعش. يبقى زمان مثلا قبل كده مثلا لو كان واحد ترك 1000 جنيه كانت تبقى رقم ايه؟ قياسي.